بسم الله، هنكمل في الفيديو ده شرح الوحدة التاسعة والأجزاء اللي عايزين نركز عليها في الهيكل. طيب، آخر فيديو كنا اتكلمنا عن السرعة الزاوية والعجلة الزاوية والإزاحة الزاوية، فتعالوا كده نفتكر إزاي نحول ما بينهم وهما كانوا عبارة عن إيه. فعايزكم تفتكروا الشكل ده زي ما كنا بنعمله في السنين اللي فاتت: سيتا أوميجا ألفا. لو أنا عايز أحول من سيتا لأوميجا، فبشتق الدالة اللي بتتغير بيها السيتا مع الزمن هيديني الأوميجا. طب الأوميجا الألفا، فبشتق الدالة اللي بتتغير فيها الأوميجا مع الزمن هيديني الألفا. طب لو العكس، يبقى بالتكامل. فتكامل الألفا، وافتكر إن هو بيديني إيه؟ بيديني الدلتا أوميجا. يعني إيه الدلتا أوميجا؟ يعني أوميجا النهائية ناقص أوميجا الابتدائية. لو قال لي إن هو بيتحرك من السكون فدي بصفر، لو قال لي إن هو ليه قيمة للسرعة الزاوية الابتدائية وعايز السرعة الزاوية النهائية، فناتج التكامل ده هزود عليه الأوميجا نود. وكذلك تكامل الأوميجا بالنسبة للزمن هو عبارة عن الدلتا سيتا. فدي ممكن يجيبها إزاي؟ سواء في رسم بياني، فالعلاقة ما بين الأوميجا والتي التفاضل بتاعها اللي هو عبارة عن ايه بالظبط؟ اللي هو عبارة عن الميل. فتشوف ايه الزمنين اللي هو عايز الدلتا سيتا فيهم، لان سوري اللي عايز العجلة فيهم، لان الميل في العلاقة دي بيديني الالفا. طب وتكامل العلاقة دي، طب التكامل هنا بيبقى عبارة عن ايه؟ مساحة الشكل اسفل المنحنى، والميل هو عبارة عن ايه؟ باخد نقطتين واقسمهم على النقطتين دول، W2 ناقص W1 على T2 ناقص T1، فهيديني العجلة المتوسطة في الفترة الزمنية دي. طيب والتكامل هيديني الدلتا سيتا اللي هو مساحة الشكل اسفل المنحنى. طب لو كان العلاقة ما بين السيتا والتي، فالتفاضل هيديني الأوميجا اللي هو الميل، والتكامل مش هيديني حاجة. طب لو كانت العلاقة ما بين الألفا والتي، التفاضل مش هيديني حاجة، التكامل هيديني الدلتا أوميجا. فافتكروا العلاقة دي كويس. طيب بعد كده كنا عايزين نقول إيه؟ خلاص اتكلمنا عن السرعة والعجلة الخطية، وقلنا ان هي بتتكون من حاجتين: حاجة بسبب نشأة بسبب التغير في مقدار السرعة وبيكون اتجاهها مماسي، وحاجة نشأة بسبب التغير في اتجاه السرعة وبيكون اتجاهها في الاتجاه المركز. وشفنا ازاي نرسمهم عند اي نقطة. طيب القوة المركزية، ايه هي القوة المركزية؟ لما دلوقتي انت جبت خيط علقت فيه كتلة وبدأت تلفه في حركة دائرية، هتلاحظ ان انت وانت بتلف الخيط ده، لو الكتلة دي كبيرة مثلا، هتحس ان انت لأ عايز تبذل مجهود عشان تفضل محافظ على الخيط ده في حركة دائرية. فده معناه ايه؟ معناه ان الكرة دي مش هتفضل مكملة في حركة دائرية غير بوجود قوة بتشدها ناحية المركز. ففي حالة مثلا الخيط والكرة، بيكون قوة الشد هي اللي عمالة تأثر على الكورة دي في أي نقطة في اتجاه المركز، اللي هي إيدك هنا عمالة بتشد الكورة دي عند كل نقطة في المسار الدائري بتمنعها إن هي تطير. واتفقنا إن أنت لو سبت الحبل مرة واحدة إيه اللي هيحصل؟ الكورة هتمشي في أنه اتجاه؟ اتجاه السرعة، اللي هو بيبقى إيه؟ اتجاه مماثل للنقطة اللي أنت هتفلته عندها. طيب فبنسمي القوة دي هي القوة المركزية. ايه هي القوة المركزية؟ هي القوة التي، او هي محصلة القوة التي تشير في اتجاه المركز، وهي اللازمة لاستمرار الجسم في المسار الدائري. فمعنى كده ان القوة المركزية ديت هي مش قوة بنحطها في مخطط الجسم الحر. يعني مفيش جسم اقول ان بيأثر عليه الاف جي لتحت
ومثلا لو هو محطوط على مستوى فاقول ان فوق واقول ان الاف سي في الاتجاه ده. لا، انا القوه المركزيه ديت هي مش قوه في الطبيعه زي الوزن او القوه العموديه، امال هي قوه اوريدي موجوده زي مثلا الحبل اللي انا بلف بيه كوره، ففي قوه شد هنا، فالقوه اللي بتاثر في اتجاه مركز الحركه الدائريه وبتحافظ على الكوره دي في مسار دائري هي اللي بسميها قوه مركزيه. فالقوة المركزية هي قوة أصلا موجودة وأنا بسميها قوة مركزية. فقد تكون القوة المركزية قوة شد، أو لما احنا دلوقتي بنلف بعربية في منحنى كده، فإيه اللي بيخلي العربية تلف وما تنزلقش للخارج؟ فاللي بيخلي العربية تفضل ثابتة وما تنزلقش للخارج هو قوة الاحتكاك السكوني ما بين عجلات العربية والطريق، فبتمنع العربية من الانزلاق، فلأن قوة الاحتكاك دايما بتأثر على العجلة. فهنا مثلا اتجاه العربية المفروض ان هي تروح كده، ايه اللي بيخليها تلف كده؟ ان في قوة عمودية أثرت عليها فكسرت اتجاه الفي بتاعتها لفي دائرية كده، وهنا المفروض اتجاهها كده فقوة عليها كده فخلت الفي كده وهكذا، فخلت الجسم يدور في مسار دائري. ف القوة اللي بتأثر على العربية عند كل لحظة في اتجاه المركز هي قوة الاحتكاك، ففي الحالة دي بيكون القوة المركزية هي قوة الاحتكاك السكوني ما بين الإطارات والطريق. طيب، في حالات تانية بتكون قوة الجاذبية أو قوة الجاذبية ما بين الشحنات اللي هي قوة كولوم أو قوة الشد زي ما قلنا وهكذا. فالقوة من أمثلة القوة المركزية هي ممكن تكون من القوة دي، أو ممكن هنلاقي إن هي محصلة عدة قوة بتشير في اتجاه المركز زي ما نشوف في الأمثلة. فاللي عايزكم تعرفوه إن الـ FC ديت هي عبارة عن إيه؟ هي القوة اللازمة عشان الجسم يفضل في مسار دائري. طيب هنعرف يعني إيه القوة اللازمة دي. طب الـ FC هي بتساوي إيه؟ القوة المركزية فمن قانون نيوتن الثاني هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن الام في العجلة، وبما اني بقول قوة مركزية فالعجلة هي هتكون العجلة المركزية، واتفقنا العجلة المركزية ليها كذا قانون، يا اما في اوميجا، يا اما اشيل اوميجا واحط في على ار فتبقى في تربيع على ار، يا اما اشيل في واحط اوميجا في ار فتبقى اوميجا تربيع في ار، فهم الثلاث قوانين دول. طيب فتعالوا مثلا نشوف، تعالوا نشوف المثال ده ممكن. المثال ده في الهيكل بيقول وجدنا ان طول احد مسارات الاقراص المضغوطه، كان في المثال اللي قبله بيقول ايه، ان في زي سي دي، السي دي دوت الكمبيوتر بيقرا البيانات اللي عليه ازاي، بيبقى فيه زي ابره كده وبعد كده بتفضل تقرا كل نقطه عليه، فالسي دي بيفضل يلف والإبرة دي بتفضل تبعت واحدة واحدة لغاية لما تقرأ كل البيانات اللي عليه. ففي المثال اللي قبله جبنا إن المسافة الكلية اللي مشيتها الإبرة ديت طلعت بخمسة بوينت أربعة كيلومتر، وهو بيقول لي إن القرص المضغوط ده يمكنه تخزين 74 منت، يعني هي قرأت كل البيانات اللي عليه في 74 دقيقة. فما السرعة الزاوية والعجلة الممسية للقرص عندما يدور داخل أحد مشغلات الأقراص المضغوطة مع افتراض أن السرعة الخطية ثابتة؟ طبعا لو السرعة الخطية ثابتة فهتكون يعني هو طالب هنا العجلة الزاوية مش الممسية. طيب لو أنا عايز أول حاجة السرعة الزاوية، السرعة الزاوية هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن الفي على الآر، وهو كان قال لي إن الإبرة دي بتمشي من آر أصغر آر اللي هي تقريبا 25 ملي، اللي هي أما أحولها المتر هتبقى كده، لغاية 58 ملي. طيب فافهم من كده لو السرعة الخطية ثابتة يعني إيه؟ يعني بيقطع نفس المسافة في الزمن متساوي، فنتوقع ان الدوائر الصغيرة
هتكون السرعة الزاوية ليها بنفس السرعة الزاوية للدوائر الكبيرة؟ يعني إيه؟ يعني هو بيقطع مسافة معينة في نفس الزمن، فنتوقع هيقطع الزاوية دي اللي هي الدايرة الصغيرة دي في زمن أقل ولا أكتر من دي؟ بالظبط. احنا بنقول ان الفي بتساوي الاوميجا في الار، فبما ان الفي ثابته فالعلاقه ما بين الاوميجا والار علاقه عكسيه، فكل ما الار صغرت كل ما الاوميجا زادت، هيقطع دي في زمن اقل وهيقطع دي في زمن اكبر، وبالتالي عندي 2 اوميجا لان عندي 2 ار. طب اجيب الفي اللي بيمشي بيها ازاي؟ احنا عندنا الفي ممكن نجيبها بالمسافه على الزمن، هو إجمالي المسافة اللي مشاها 5.4 × 10³ على الزمن اللي مشاهم فيها 74 وحولها للسكن، فهقسم الـ V ديت على الـ R1 وأقسمها على الـ R2، كده جبت أوميجا 1 وأوميجا 2. فبما إن السرعة الزاوية بتتغير خلال الزمن ده، فيبقى عندي إن القرص ده بيدور بعجلة زاوية، فالعجلة الزاوية بتساوي إيه؟ أوميجا ناقص أوميجا نوت على دلتا تي، فالأوميجا النهائية اللي هي الأوميجا الكبيرة ناقص الأوميجا الابتدائية اللي ابتدى بيها، وطبعا اتفقنا إن الأوميجا 1 الآر أصغر فالأوميجا أكبر، فالأوميجا 1 أكبر من الأوميجا 2، فيبقى الأوميجا 2 ناقص الأوميجا 1 هتبقى بالسالب، فهي بتتباطأ، فالناتج هيطلع لنا بالسالب، فأوميجا ناقص أوميجا نوت على الدلتا تي بالثواني ونطلع الألفا. طيب، وزي ما حكينا عن القوة المركزية هنا، تعالوا نشوف المثال ده. لو أنا عندي 3 زي كوينات كده على طاولة، وهنبدأ نلف الطاولة. فأول سؤال، الثلاث كوينات دول لو أنا لفيت الطاولة لفة كاملة، يعني جيت من هنا لفتها لفتها وقمت موقفها هنا تاني، كل كوين من دول هيمشي كام لفة؟ بالظبط، كلهم عملوا لفة واحدة في نفس الزمن، فافهم من كده ان هما كلهم ليهم نفس الأوميجا. حلو، فهنستنتج من هنا ان الأجسام اللي بتدور على نفس الطاولة او نفس الجسم، او لو جاب لي اي مثال تاني ان في 3 أجسام على نفس الطاولة وكلهم بيلفوا بسرعة الطاولة، فنفهم كده ان الأجسام كلها ليها نفس السرعة الزاوية. طيب، هل السرعة الخطية متساوية؟ تعالوا نشوف السرعة الخطية هي عبارة عن ايه؟ مسافة على زمن. هل المسافة اللي مشيتها الدايرة الكبيرة دي او الكوين الكبير ده بتساوي المسافة دي؟ اكيد لا، دي اكبر، دي عملت دايرة اكبر في نفس الزمن، فمشت مسافة اكبر في نفس الزمن، فيبقى الفي اكبر، ودي الفي بتاعتها اكبر من دي، فالفي متغير. طيب، ايه السؤال؟ لو انا لفيت الطاولة دي، ففي الاول ممكن الكوينات تفضل ثابتة، ايه اللي هيخليها ثابتة في مكانها؟ بالظبط، قوة الاحتكاك السكوني ما بينها وما بين الطاولة. المفروض ان انا لما ابدأ الف الطاولة دي كده، فاتجاه السرعة بتاع الكوين ده ان هو يتجه للخارج كده وينزلق، ايه اللي يخليه يفضل يلف كده؟ ان في قوة احتكاك سكوني ربطاه مع الطاولة، فخلت اتجاه حركته كده كده، فخلته يدور. طيب، هل لو لفيت الطاولة دي جامد الكوينات دي هتقع؟ ولو وقعت مين فيهم الأقرب للوقوع؟ فده معناه ايه؟ ان انا عايز اعرف، احنا قلنا ان هنا القوة المركزية هي عبارة عن قوة الاحتكاك ما بين الكوين والطاولة، وهما الثلاثة مصنوعين من نفس المادة والطاولة من نفس المادة، فليهم نفس الـ Fs، هما متماثلين لأن الـ Fs بتساوي ميو اس في الـ N، والـ N هنا بتساوي ام جي، كلهم ليهم نفس الكتلة ونفس معامل الاحتكاك، فليهم نفس الـ Fc، أو ليهم نفس، سوري، الـ Fs. طيب، الـ Fc اللي محتاجها كل كوين عشان يفضل يلف في دايرة، احنا قلنا الـ Fc عبارة عن ايه؟
محصلة القوة اللي بتشير في اتجاه المركز وهي اللازمة لاستمرار الجسم. طب الـ FC بتساوي ايه؟ قلنا ان هي بتساوي ام في سكوير على ار او ام اوميجا سكوير في ار. فهنا السؤال، مين فيهم اقرب واحد هيقع؟ طيب الـ FS ديت هي قوة ثابتة، ليه؟ لان الميو اس ديت ثابتة وليكن بنص، ولو افترضنا ان كتلة كل واحد فيهم باتنين كيلو فعجلة الجاذبية، فهيطلع قوة الاحتكاك السكوني اللي تقدر تثبت الكوينات ديت في الطاولة هي 9.8 نيوتن. فلو كانت القوة المركزية المطلوبة للجسم عشان يثبت بتساوي 9.8 خلاص هيثبت، لو كانت أكبر فالجسم ده هينزلق لأن الـ FS ما عادتش قادرة تستحمل إن هي تمسكه فهينزلق. طب إيه اللي ممكن يقلل أو يكبر الـ FC؟ هو السرعة الزاوية اللي بيدور بيها، السرعة اللي أنا بدور بيها الطاولة. طيب فأنا دلوقتي عندي الـ FC بتساوي ام في سكوير على R وبتساوي ام أوميجا سكوير في R. لو أنا عايز أقارن ما بين الـ FC والـ R، العلاقة بينهم علاقة إيه؟ عمري ما أقدر أجاوب على السؤال ده إجابة مطلقة. إشمعنى؟ لأن العلاقة ما بين الـ FC والـ R هنا علاقة عكسية، والعلاقة ما بين الـ FC والـ R هنا علاقة طردية. طب إزاي؟ يعني هي عكسية ولا طردية؟ هنفتكر الكلام اللي كنا قلناه السنين اللي فاتت، إن أنا ما أقدرش أقارن ما بين متغيرين غير لما يكون باقي المتغيرات اللي في المعادلة متساوية ما بين الأجسام اللي أنا بقارن ما بينها. فإحنا اتفقنا إن هما ليهم نفس الـ M. أوكي. طيب اتفقنا إن الـ V بتاعتهم متساوية ولا الأوميجا متساوية؟ لسه قايلين ان الاوميجا هي المتساوي، وبالتالي هستخدم القانون ده عشان اقارن ما بين الاف سي والار، فالعلاقه ما بينهم علاقه طرديه. فكل ما الار زادت كل ما احتاج قوه مركزيه اكبر، وبالتالي لو انا عندي قوه الاحتكاك السكوني اللي ماسكاهم واحده، فمين فيهم اللي هيحتاج قوه مركزيه اكبر عشان يفضل ثابت؟ اللي عنده ار كبيره. فاللي الار بتاعته كبيره هيحتاج قوة مركزية أكبر عشان يفضل ثابت، فده أول واحد ممكن يقع لأن قوة الاحتكاك السكوني مش هتقدر تتحمل القوة المركزية الكبيرة اللي عايزة تثبته، وبعد كده الأزرق وبعد كده الأسود. فخلي بالكو من المقارنة ما بين الـ FC والـ R، لازم أشوف في المثال اللي عندي إيه اللي ثابت. لو الأوميجا اللي ثابتة يبقى العلاقة طردية، لو الـ V اللي ثابتة يبقى العلاقة عكسية. طيب السؤال ده في الهيكل العربة الأفعوانية. من الألعاب التي ربما تدهشك بشدة في مدينة الملاهي هي العربة الأفعوانية ذات الحلقة الرأسية، حيث يشعر الركاب بانعدام الوزن تقريبا في أعلى هذه الحلقة. افترض أن نص قطر الحلقة الرأسية. هي اللعبة عبارة عن إيه؟ اللعبة عبارة عن إن إحنا بنركب عربية وبعد كده بتلف بينا كده. فلو اعتبرنا ان هي الحلقة كده حلقة دائرية، بيقول ان نص قطرها 5 متر. فما السرعة الخطية المفترضة للعربة الأفعوانية عند أعلى نقطة؟ لو افترضنا ان هي بتدور كده، فالفي عند النقطة دي في انه اتجاه مماسي كده، فهو عايز السرعة عند النقطة دي اللي تخلي انعدام الناس يشعروا بانعدام الوزن. طيب كلمة على جنب كده، ايه انعدام الوزن او ايه هو الوزن الظاهري؟ هو في اغلب الاحوال بيكون الان، او هي القوة اللي بتعاند الجاذبية فبنحس فيها بوزننا. يعني احنا دلوقتي قاعدين على الكرسي حاسين بوزننا ازاي؟ لان الكرسي بيأثر علينا بقوة عكس وزننا فحاسين ان وزننا تقيل. طيب لو احنا في اسانسير، الاسانسير ده نزل بينا فبنحس بايه؟ لان كده اف جي وكده ان. لما الاسانسير بينزل فايه اللي بيحصل؟ ففي قوه لتحت، او بننزل لتحت بعجله مع الجاذبيه، فده بيقلل تاثير الان عليا. يعني ايه؟ بحس بانعدام وزني، مش بانعدام، بحس ان انا وزني اخف، ف
فتلاقي الاسانسير لما ينزل كده في ناس بتخاف ان هي بتحس ان روحها بتتسحب. اشمعنى؟ لان بحس ان كأن الارض نزلت من تحتي. فايه اللي حصل؟ انا بقيت نازل في اتجاه الجاذبية، فالاعاقة قدام الجاذبية بقت اخف، فبقيت حاسس ان انا اخف. عكس الفكرة، لما الاسانسير بيطلع ايه اللي بيحصل؟ بنحس ان احنا وزننا تقل لدرجة ان ممكن ركبنا تنزل شوية او ركبنا تتني. فايه اللي بيحصل؟ انا طالع فبقيت بعكس الجاذبية اكتر، فبقيت حاسس ان وزني اكبر. فالعلاقة كلها انعدام الوزن معناها ايه؟ معناها ان الان اللي بتعاكس الجاذبية بتساوي صفر، او لو طلب مني الوزن الظاهري فهو طالب الان. طيب فايه الفكرة هنا؟ في اي سؤال للقوة المركزية او في الوحدة دي كلها، لو طلب مني السرعة فدماغي على طول تروح لفكرة القوة المركزية. اشمعنى؟ لان القوة المركزية بتساوي ام في سكوير على ار، فده القانون اللي بقدر اجيب منه السرعة عند نقطة معينة. فدايما خلوا الفكرة دي في دماغكم. طيب عشان اجيب القوة المركزية لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب مخطط القوة اللي بيأثر على الجسم. اشمعنى؟ عشان اشوف انهي القوة اللي بتأثر في مركز الدوران، ودي اللي هسميها الاف سي. اتفقنا؟ طيب الركاب وهم هنا ايه اللي بيحصل؟ عندنا نوعين من الالعاب في الملاهي. اللعبة دي اللي ايه اللي بيحصل فيها؟ ان انا والعربية عمالين نغير اتجاهنا. فاحنا كنا قاعدين هنا، وصلنا لفوق هنا، احنا راسنا تحت ورجلينا فوق. فايه اللي بيحصل هنا؟ اللي مخلينا محافظين على المسار الدائري ده هو القوة العمودية من المسار علينا. فهنا ايه اللي بيأثر؟ القوة العمودية من المسار زائد وزننا. فالقوة المركزية هنا بتساوي ايه؟ اجيب القوة المركزية ازاي؟ هي محصلة القوة اللي بتشير في اتجاه المركز. فافتكر دايما ان القوة اللي بتشير في اتجاه المركز بتاخد اشارة موجبة. انا ماليش دعوة بتحت وفوق، مش فوق موجب وتحت سالب زي ما كنا بنحكي قبل كده. لا، اللي في اتجاه المركز هو الموجب، وفي عكس اتجاه المركز هو السالب. فهنا هتلاقي الاف جي والان نازلين لتحت، ولكن عشان هما في اتجاه المركز فهيبقوا بالموجب. طيب فدلوقتي هو بيقول لي ايه السرعة عند اعلى نقطة دي اللي تخليهم يحسوا بانعدام وزنهم. فمعنى كده ان الان بصفر، والاف سي بتساوي ام في سكوير على ار. هستخدم القانون ده لان هو عايز الفي. والاف جي بتساوي الام جي، الام هتروح مع الام، هضرب الار الناحية التانية واخد الجذر، فيبقى السرعة بتساوي جذر ار جي. هو مديني الار بخمسة، اضربها واجيب الناتج. فدي كده فكرة العربة الافعوانية، وده الفكرة اللي هو برضو طالبها، ان انا ابقى عارف ان اللي بيأثر عليه فوق هنا هي القوة المتعامدة من المسار على العربية وقوة الجاذبية. وليه لغينا الان؟ لان قال لي عايز السرعة لما يشعر الناس بانعدام وزنهم. طيب المطلوب التاني في المسألة دي، عايز السرعة عند الساعة 3 والساعة 9. يعني ايه؟ لو افترضنا ان الحركة اللي بتدور فيها زي ساعة، فالساعة 3 هنا والساعة 9 هنا، فهو عايز سرعتها هنا وسرعتها هنا. هو هنا كان فرض ان هي بتدور عكس عقارب الساعة كده، فهيبقى سرعتها هنا لفوق وسرعتها هنا لتحت. طب اجيبها ازاي؟ بنجيبها باستخدام قوانين حفظ الطاقة. ايه حفظ الطاقة؟ ان الطاقة دايما ثابتة. واتفقنا قبل كده ان ايه هي الطاقة اللي بيحتوي عليها كل جسم؟ هي طاقة وضع وطاقة حركة. فبختار نقطة انا عارف عندها طاقة الوضع وطاقة الحركة، والنقطة اللي انا عايز اجيب عندها السرعة. فالنقطة دي اللي انا عايز اجيب عندها السرعة، والنقطة دي انا لسه جايب عندها السرعة وعارف الطول، يعني اعرف طاقة الوضع وطاقة الحركة عندها اللي هي التوب، فهقارن ما بينها. فاليو اللي هي ام جي واي، والكي اللي هي نص ام في سكوير، واليو ام جي واي زائد نص ام في سكوير. طيب فاقدر اشيل الامات مع بعض. طيب الجي 9.8، اليو عند النقطة 3، الواي سوري، لو انا افترضت ان دي نقطة الصفر بتاعت طاقة الوضع الجاذبية،
فبيكون المسافة الرأسية دي بكام؟ اللي هي عبارة عن نص القطر ده اللي هو بخمسة، والفي دي اللي أنا عايزها، والواي في التوب هي المسافة الرأسية دي اللي هي عبارة عن القطر كامل اللي هي 10، والفي لسه جايبينها السرعة فوق ب، كان هو جابها تقريبا ب7 أو حاجة، وأطبق وأجيب السرعة هنا. بنفس الطريقة هنلاقي إن السرعة هنا متساوية لأن ليهم نفس طاقة الوضع اللي هو نفس الارتفاع، فيبقى ليهم نفس السرعة. إيه الاختلاف؟ إن السرعة ديت اتجاهها للأعلى وديت في عكس الاتجاه الأسفل، فتبقى بالسالب. طيب لو هو طلب السرعة تحت هنا فيبقى طاقة الوضع الجاذبية بتساوي صفر، فيبقى نص في سكوير بيساوي جي في 10 زائد نص في الفي توب سكوير اللي احنا جبناه. طيب لو هو طلب، لو هو طلب مني مثلا ما الوزن الظاهري للركاب عند النقطة دي، فبنعملها ازاي؟ برضو بنجيب محصلة القوة الوزن لتحت، واتفقنا ان الان هتبقى لفوق، فمحصلة القوة هنا تساوي ايه؟ الان هي اللي في اتجاه المركز، الاف جي هي عكس اتجاه المركز، فالان اللي هي الوزن الظاهري هتساوي اف سي زائد اف جي. الاف سي ام في سكوير على ار، احنا لسه جايبين الفي تحت والار بخمسة، زائد الام جي. طيب هو هنا مش مديني الام بتاعت الركاب، بجيبها ازاي؟ باخد الام عامل مشترك هنا، في تربيع على ار زائد جي، واحسب الرقم ده، وليكن طلع لي 15.6 ام. فبعمل ايه؟ انا عايز اشوف وزنهم الظاهري قد ايه من وزنهم الحقيقي اللي هو ام جي، فانا عايز اشوف الرقم ده هو قد ايه من الجي، هل هو ضعفه، هل هو مرة ونص، هل هو مرتين. فهعمل ايه؟ هقسم الرقم ده على جي، يعني هقسمه على 9.8، فهيديني الرقم ده هو عبارة وليكن عن 1.5 ام جي. فافهم من كده ايه؟ افهم من كده ان وزنهم الظاهري بيساوي مرة ونص وزنهم الحقيقي، فيحس ان هما اتقل. حلو. ونفس الكلام لو كان فوق وهم ليهم وزن ظاهري، فكان الاف سي بتساوي الاف جي زائد الان، فالان هتساوي اف سي ناقص الاف جي، فهلاقي ان هم اخف. طيب السؤال ده برضو في الهيكل، تمثل الاسطوانة الدوارة احدى الالعاب الموجودة في الملاهي، يدخل الركاب اسطوانة رأسية ويقفون مع توجيه ظهورهم للجدار. متخيل ان في جدار كده والناس بتخش تركب هنا وبيدوا ظهرهم للجدار. تدور الاسطوانة بسرعة عالية وعند سرعة زاوية معينة بيتم سحب الأرضية، فإيه اللي بيحصل في الحالة دي؟ بيكون وزنهم لتحت. طب إيه اللي بيخليهم ما يقعوش؟ بيقولك وعندها يصبح الراكبون معلقين على الجدار كالحشرات، فإيه اللي مخليهم متعلقين؟ لو أنت دلوقتي ساند على حيطة ووزنك المفروض بيأثر لتحت، فإيه اللي ماسكك بالظبط؟ هو قوة الاحتكاك السكوني ما بينك وبين الحيطة، هو اللي محافظ عليك إن أنت تفضل متعلق. فلازم عشان تفضل متعلق لازم يكون قوة الاحتكاك السكوني يا إما أكبر من أو تساوي قوة وزنك، لو أقل فوزنك هيغلب فهتقع. طيب وبعدين بيقول، فإذا كان نص قطر الاسطوانة مدهوني وظل محور دوران الاسطوانة رأسيا ومعامل الاحتكاك السكوني بين الأشخاص والجدار مدهوني، فما الحد الأدنى للسرعة الزاوية اللي عندها نقدر نسحب الأرضية؟ طيب إيه الفكرة؟ الفكرة لو إحنا واقفين على طاولة كده ومفيش جدار والطاولة دي بدأت تتحرك، فإيه اللي هيحصل؟ هننزلق للخارج.
لان في الاول قوه الاحتكاك السكوني ما بيننا وبين الطاوله ممكن تخلينا ثابتين، لكن لو لفت بسرعه قوه الاحتكاك السكوني مش هتقدر تتحمل فهننزلق للخارج. طيب فدلوقتي لما حط لنا جدار، انا كل لما عاوز اطلع للخارج ايه اللي يحصل؟ الجدار يقوم ضاربني، فبيأثر عليا بقوة ايه بالظبط؟ قوة عمودية. لما بيبقى فيه جسم وجسم تاني فده بيأثر عليه بقوة، فده بيأثر عليه بقوة عمودية عليه. فعند كل نقطة ده اتجاه سرعتي المفروض، فلما اخبط في الجدار فيقوم حاود اتجاه سرعتي، فعند النقطة دي اتجاه سرعتي كده فيقوم ضاربني فيخلي اتجاه سرعتي كده وهكذا. فمن اللي انا بشرحه ده القوة اللي دايما بتشير في اتجاه المركز ومحافظة على الجسم ده في مسار دائري هي القوة العمودية. فمعنى اللي انا قلته ده ايه بالظبط؟ ان القوة المركزية في الحالة دي هي عبارة عن القوة العمودية من الجدار عليا. وايه التاني اللي اقدر استنتجه؟ ان بما ان احنا معلقين يعني ما متحركش في اتجاه واي، فمحصلة القوة في اتجاه واي تساوي صفر، فيبقى اللي فوق يساوي اللي تحت، يعني الاف اس بتساوي الاف جي. ومن هنا اقدر استنتج هو عايز السرعة الزاوية، فاستخدم انا قانون الاف سي ام اوميجا تربيع في ار يساوي الان، والاف اس بتساوي ايه؟ ميو اس في الان، والاف جي بتساوي الام جي. طيب فايه عايزين نفهم الفكرة، ايه الفكرة؟ انا كل لما السرعة الزاوية بتزيد كل لما القوة اللي هتخليني تحافظ عليها في مسار دائري عايزها تزيد، يعني الان هتزيد، وكل لما الان هتزيد كل لما قوة الاحتكاك السكوني تزيد. فلو السرعة الزاوية قليلة فالان قليلة فقوة الاحتكاك السكوني قليلة، فوزن هيبقى أكبر وممكن أقع، فعشان كده مش بيسحب الأرضية غير على سرعة عالية. فاحنا لما سوينا ان الاف اس بتساوي الاف جي فده اقل قوه احتكاك سكوني تحافظ عليا، فعندها هجيب الحد الادنى من السرعه الزاويه اللي تحافظ عليا من غير ما. طيب من القانون ده اللي انت عايزه، عايز تشيل الان من القانون ده وتحط دي فيطلع لنا ميو اس، واشيل الان واحط ام اوميجا تربيع في ار بيساوي ام جي، الام مع الام انا عايز الاوميجا فهقسم على ميو اس في الار واخد الجذر، فهو مديني ميو اس ومديني الار، فافهم من كده ان العلاقه ما بين الاوميجا والار علاقه عكسيه، فكل ما الار زادت كل ما احتاج سرعه زاويه اقل عشان يفضل الناس محافظين على قوه الاحتكاك. لو دخلت لقيت اللعبه الار بتاعتها صغيره فتفهم من كده ان هو لازم يلف بسرعه كبيره جدا عشان يقدر يشيل الارضيه، وكذلك الميو اس العلاقه عكسيه، فلازم الميو اس تكون زايده عشان يحافظ ان هو يقدر يشغل اللعبه دي بسرعه زاويه اقل ويقدر يسحب الارضيه عندها. فمن هنا نقدر نجيب الاوميجا. فالسؤال ده اتكرر برضو في الهيكل في مثال في الاختيارات، جايب لي نفس اللعبه دي وبيقول لي ايه القوه اللي بتاثر على الشخص، فدايما القوه اللي بتاثر عليه هي قوه عموديه من ظهره، لان هو مد ظهره للحيطه او الجدار، فالجدار بيأثر عليه بقوه عموديه كده، واللي مخليه ثابت هو قوه الاحتكاك بتساوي قوه الوزن او اكبر منها. طيب بعد كده في كذا مساله على ان احنا نكون عارفين الحركه بعجله زاويه ثابته. زي ما كنا استنتجنا في السنين اللي فاتت قوانين الحركه بعجله ثابته، نفس القوانين هنستخدمها ولكن هشيل كل اكس واحط سيتا، واشيل كل في واحط اوميجا، واشيل كل ايه واحط الفا، فيطلع لي القوانين دي للحركه بعجله ثابته. طيب السؤال ده في الهيكل، يعد رمي المطرقه احد الاحداث الاكثر اثاره في سباقات الالعاب. طيب ايه اللي بيحصل؟ هو مديني هنا شوية أطوال وأنصاف أكتر مش هحتاجها. هو إيه الفكرة؟ إن بيبقى فيه دايرة كده وبيبقى فيه شخص هنا وبيبقى ماسك سلك فيه كتلة
كتلتها كبيرة، وإيه الهدف؟ إن عايز يرمي الكتلة دي لأبعد مسافة، اللي بيوصلها لأبعد مسافة هو اللي بيكسب. فمعنى كده إن هو عايزها تترمي بسرعة كبيرة، والسرعة ممكن يكبر السرعة اللي هتمشي بيها إزاي؟ الـ V بتساوي الـ R في أوميجا. فلو هو زود السرعة الزاوية هيزود السرعة اللي هتنطلق بيها. فيزود السرعة الزاوية ازاي؟ هيفضل يلف حوالين نفسه، وكل ما بيلف حوالين نفسه هيقعد يلف يلف يلف، والسرعة الزاوية بتاعته تكبر 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 لغاية عند نقطة هيقوم مطلق الكورة دي فتنطلق بسرعة كبيرة. فدي الفكرة. فإيه اللي حصل؟ فبيقول لك في واحد اللي فاز بالميدالية الذهبية وصل الكورة دي ل 84.8 متر، فدي المسافة اللي الكورة مشيتها. طيب عمل ايه؟ لف 7 دورات حول نفسه قبل ما يحرر المطرقة، ولما عدنا الفيديو بالسلو موشن لقينا ان اول دورة اخدها في ثانية ونص، وتاني دورة في ثانية وشوية، تالت دورة في ثانية الا شوية، وهكذا. فالزمن بتاع كل دورة عمال يقل، معنى كده ان السرعة الزاوية بالظبط عمالة تزيد. طيب هو عايز ايه؟ ما متوسط العجلة الزاوية اثناء الدورات السبع. مش احنا اتفقنا ان السرعة بتزيد، فمعنى كده ان في عجلة، فهو عايز متوسط العجلة اثناء الدورات السبع دي، بافتراض ان هو كان بعجلة زاوية ثابتة. يعني ايه؟ يعني السرعة عمالة تزيد بشكل ثابت. طيب اعمل ايه؟ هو عايز العجلة الزاوية، فديت ممكن نجيبها ازاي؟ عندنا قوانين العجلة الثابتة، عندي كذا قانون. طيب ايه اللي معلوم عندي؟ ان هو لف 7 دورات، وبالتالي اقدر اجيب الدلتا سيتا الاجمالية هي عبارة عن ايه؟ 7 دورات، والدورة الواحدة اللي هي 2 باي بالراديان، فيبقى هو الدلتا سيتا ب 14 باي راديان. طيب وهو مديني الزمن بتاع كل دورة، فاقدر اجيب الزمن التوتال عن طريق ان انا اجمع الـ7 أزمنة. فكده بقى عندي ايه؟ كده بقى عندي الدلتا سيتا، فالدلتا سيتا تساوي الاوميجا نوت في التي، هو بدأ من السكون فالاوميجا نوت بزيرو، زائد بتساوي نص الفا في تي تربيع. انا معايا التي الاجمالية ومعايا الدلتا سيتا، فالالفا هتساوي 2 في دلتا سيتا على التي تربيع. فكده اقدر اجيب العجلة الزاوية الثابتة اللي هو قاعد يلف بيها. طيب لو افترضنا ان نص قطر الدايرة اللي بتتحرك فيها المطرقة 1.67، عشان كده قلت لكم الحاجات اللي ده فوق دي ملهاش لازمة. فهو اداني نص قطر المطرقة اللي هو شامل ايه؟ طول المطرقة بالاضافة ان هو بيمد دراعاته، فهو اداني الطول اللي بتلف فيه المطرقة ده كله، او نص القطر، نص القطر اللي بتدور فيها، فمديني الار. فعايز السرعة الخطية اللي هيتم تحرير المطرقة بها. يعني ايه؟ عايز السرعة النهائية اللي هو هيسيب المطرقة عندها فهتنطلق. اجيبها ازاي؟ انا دلوقتي معايا الفا ومعايا دلتا سيتا ومعايا تي، اقدر اجيب الاوميجا النهائية. اكيد الاوميجا النهائية بتساوي الاوميجا الابتدائية زائد الالفا في التي. فانا عايز السرعة الزاوية النهائية اللي هو وصلها عند اخر لفة، الاوميجا نوت بزيرو والالفا لسه جايبها والتي الاجمالية. يعني ده معناه ايه؟ ان هو سرعته قعدت تزيد بالعجلة دي خلال المدة الزمنية دي، فوصلت للسرعة الزاوية دي. طب هو عايز السرعة الخطية، فهضربها في الار اللي هو مدهاني، اجيب السرعة الخطية اللي اتحررت عندها المطرقة. عايز القوة المركزية اللي بيتعين على رمي المطرقة بذلها على المطرقة قبل تحريرها مباشرة. زي ما اتفقنا، وانت بتلف كورة بخيط بتحس ان انت لازم تأثر بقوة عشان تفضل محافظ عليها في مسار دائري. فده نفس الكلام، ايه القوة المركزية اللي هيفضل محافظ عليها عشان تفضل يفضل محافظ عليها في مسار دائري؟ فالاف سي بتساوي ايه؟ ام في سكوير على ار. هو بيقول ايه القوة اللي لازم يبذلها قبل تحريرها مباشرة؟ فالفي ديت اللي هي قبل تحريرها مباشرة اللي احنا جايبينها هنا، ومديني الام بتاعتها، وعرفنا الار كان مديني الام فوق اللي هي 7.26، والار اللي هي 1.67
60 والفي اللي احنا لسه جايبينها فوق، عايز تجيبها بام اوميجا تربيع ار الاوميجا اللي احنا لسه جايبينها هنا، او ام في تربيع الار كله، هيديني نفس الناتج، وطبعا الناتج بالنيوتن. طيب بعد ما بيحرر المطرقه ايه الاتجاه اللي هتحرك فيه؟ يعني تخيل ان هو قاعد يلف 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 واما حررها عند النقطه دي، فهتتحرك في اتجاه مماسي لنقطه الافلات لو حررها عند النقطه دي، فهتتحرك كده، لو حررها عند النقطه دي تتحرك كده وهكذا. طيب ممكن المثالين دول نحلهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. كان في حد بس طلب الفكره دي، ان عندنا الرسم البياني ما بين الالفا والتي، وهو عايز ايه؟ عايز الازاحه ومحصله الازاحه الزاويه. فاحنا اتفقنا ان ما بين الالفا والتي التكامل هيديني ايه بالظبط؟ الدلتا اوميجا. طب هو عايز الدلتا سيتا، هل هينفع استدل عليها من الرسمه دي؟ لا مستحيل. فهعمل ايه؟ لازم استنتج رسم بياني وسيط ما بين الاوميجا والتي اللي من خلاله اجيب التكامل يجيب لي الدلتا سيتا. طيب استنتجه ازاي؟ انا عندي عند الزمن صفر الجسم كان بيتحرك بعجله موجبه، فهو اقل من السكون، فمعنى كده ان الجسم بادئ من سرعه زاويه بتساوي صفر وبيتحرك بعجله موجبه، فالسرعه هتفضل تزيد، وبما ان العجله هنا ثابته فيبقى الميل اللي بتزيد بيه ثابت، فتبقى عامله كده. بعد كده عند الزمن ده وليكن هنا 2 هنا 4 هنا 5 هنا 6، عند الزمن ده ايه اللي حصل؟ قام مفرمل. يعني ايه مفرمل؟ السرعة بدل ما هي كانت عمالة تزيد بعجلة ثابتة بدأت تتحرك بعجلة سالبة. يعني ايه عجلة سالبة؟ يعني العجلة في عكس اتجاه السرعة. يعني لو احنا ماشيين في عربية الفي في نفس اتجاه الاي، فالجسم بيتسارع، او هنا الالفا والاوميجا لو هما في نفس، لو دي موجبة والفي موجبة فالسرعة بتزيد. طب لما بدوس فرامل انا بخلي الجسم يتحرك بعجلة متساوية برضو، هو هنا وليكن لو كانت عند 2 وهنا عند سالب 2، فبدأ يفرمل، فبدأ سرعته تقل بنفس المقدار اللي كانت بتزيد بيه، وبرضو بعجلة ثابتة، فالسرعة هتفضل تنزل لغاية هنا. طب ايش عرفني ان هي لغاية هنا ما نزلتش تحت؟ لان قعد سرعته تقل بنفس المقدار ولنفس الفترة الزمنية، فالسرعة اللي زادها هنا، يعني وليكن الأوميجا بتساوي الأوميجا نوت زائد الألفا في التي، فالألفا لو باتنين والزمن باتنين فهو وصل لهنا الأوميجا بتساوي 4. طيب لما قعد يفرمل ثانيتين فالسرعة الابتدائية بتاعته 4 زائد الألفا في التي اللي هي سالب 2 في 2، يعني سالب 4 وموجب 4 بزيرو. ففهمت من هنا ان بما انه قعد يزيد في فتره زمنيه بعجله معينه وبعد كده سرعته قعدت تقل بنفس المقدار لنفس الزمن، فهيرجع للسرعه الابتدائيه اللي هو كان بادئ منها. ففهمت من هنا ان هو رجع للنقطه دي بس. طب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يدوس بنزين تاني، يعني هيتحرك بعجله، يعني السرعه هتزيد ولكن مش بعجله ثابته، عجله عماله تزيد، فهلاقي ان السرعه عماله تزيد بشكل مش ثابت. وبعد كده ايه اللي حصل؟ قام جاي مفرمل. فايه اللي حصل؟ سرعته هتبدا تقل في نفس الاتجاه كده. فهنا سرعته قعدت تزيد بعجله متزايده المده الزمنيه دي، بعد كده قام مفرمل وكل دي عجله سالبه، يعني عمال يفرمل لنفس المده الزمنيه، فهيرجع برضه للصفر. فمن هنا اقدر استنتج الدلتا سيتا اللي هي عباره عن المساحه اسفل الشكل. فالمساحه اسفل الشكل هنا هل هي موجبه ولا سالبه ولا بصفر؟ بالظبط موجبه، لانها كلها في الاتجاه الموجب.
طيب موجبة ديت معناها ايه؟ يعني ايه الدلتا سيتا موجبة؟ يعني الجسم بيتحرك، الإزاحة الزاوية ليه في الآخر إن هو في عكس عقارب الساعة. طب لو كنت استنتجت وطلعت كده كانت الدلتا سيتا سالبة، فمعنى كده إن الدلتا سيتا بتاعته هتبقى مع عقارب الساعة. طب لو كان جسمين شبه بعض كده، دي سالبة دي موجبة، لاشوا بعض، فالدلتا سيتا بزيرو، وهكذا. أتمنى تكون مفهومة. نحاول المرة الجاية إن شاء الله نشرح المثالين اللي فاضلين، ولو عرفنا نحل مسائل من التدريبات اللي جاية في الهيكل إن شاء الله مش هنتأخر. لو عندكم أي استفسار ابعتوا لنا، وبالتوفيق دايما.